هل احنا يعني الذكاء الاصطناعي فيه ايجابيات؟ اكيد فيه ايضا مخاوف ومحاذير، هل تؤخذ هذه بعين الاعتبار؟ ممكن وش قال الاستاذ بالقاسم هو التاريخ اللي تمشينا عليه الان، ومن بعد ندخله في الذكاء الاصطناعي. هو تكلم على ممكن نقوله الثوره الصناعيه ولا الثوره الصناعيه الرابعه، صحيح. ولما نشوفها في منظور من منظور اخر فيما يخص الذكاء الاصطناعي، عندها كذلك مراحل الذكاء الاصطناعي، ومليح انه نعرف المراحل تاع الذكاء الاصطناعي باش نعرف واش هو المستقبل تاع الذكاء الاصطناعي، لانه تحديد مرحله الزمن يعني مرحله الذكاء الاصطناعي اليوم هو امر معقد. لماذا؟ لانه المجال هذا يتطور بسرعه كبيره جدا ويشمل العديد من المجالات. اذا تكلمنا على ذكاء اصطناعي كذا اصطناعي راه اصبح امر قديم. لما نتكلم على الذكاء الاصطناعي التوليدي هنا نتكلم على ممكن تخوفات الموجوده، لانه الذكاء الاصطناعي موجود على القديم الساعه، وحنجيك معك على التوليدي، احنا ما زلنا شويه في القديم، احنا قاعدين نهضموا فيه. شوف الذكاء الاصطناعي كان عنده ما اسميه انا السبات. اوكي، صار سباتان ولا سباتين في الذكاء الاصطناعي. المرحله الاولى سميها مرحله بدايه الذكاء الاصطناعي اللي كانت من الخمسينات للسبعينات. هناك كانت محاضره لندارت تيورينج اللي على بالك الكمبيوتر ساينس في الاعلام الالي، اي واحد كيما الله يبارك كيما بالقاسم في الاعلام الالي في تخصص الاعلام الالي مدوا له اوورد نسميوه تيورينج، لانه بدايات تاع الاعلام الالي كانت من عند تيورينج. والمحاضره هذه تاع تيورينج هي اول محاضره لندارت باش نكتشفوا تعلم الاله ولا ذكاء الاله، كيف نستعمل تعلم الاله. ف هذه المرحلة تميزت بالبحث في الذكاء الاصطناعي. تكلمنا على محاضرة البحث العلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وركزوا كثير على الخوارزميات والمنطق. هذه بين الخمسينات والسبعينات. وتم تحقيق كثير من النجاحات في هذه المرحلة. منها